دي اف ام كلام القلب طارق الحناشي على دي اف ام احلى راديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حلقة جديدة من كلام القلب. يلا 9:07 2/8 جانفي 2024. السلام عليكم الناس الكل اللي ما كنتوا تتابعوا فينا. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله للجميع. إن شاء الله تابعونا طيلة ساعتين. تجمع تابعونا كالعادة على شين يوتيوب إي أف إم تي في ولا الباش فيسبوك راديو إي أف إم. واحدة واحدة متابعينا في الكياسات. كل التحية اللي تسمعنا في خدمها من داخل تونس ولا خارجها. رفقوكم في ساعتين تكون راحة فيهم نوعية زمنية للعقل والكلمة تكون للقلب على رقم 31 308 ألف. كلام القلب. في كلام القلب اليوم سيدي تحية لكل الناس اللي قاعدين تابعوا فينا في اليوتيوب وفي الباج فيسبوك ساعة. موضوعنا كان موضوع معين اللي هو الظلم. وأنا نحضر قبيلة في الحلقة في FM هنا نسمع في إميسيون سبور بلوس طارق العليمي قال كلمة الشك. عنده شك في المنتخب فبدلنا الموضوع. ألهمتني الكلمة قلنا نعملوها في كلام القلب على خاطر احنا هنا في تواصل. من 7 تاع الصباح لنص لي الإميسيونات الكل في تواصل. تلقينا جبت الشك من طارق العليمي. تلقى زروق جاب الفكرة من الدوام وكيك في تواصل. حد ما يتبع حد نكذب عليكم. دوك موضوعنا اليوم الشك. الشك كيفاش عشت الشك في شنية؟ عشت الشك في شكون؟ أو يقول لك الشك طريق اليقين. دو نشوفوا الشك متاعك وصلك إلى يقين ولا خلاك حاير. هتنعرفوا الشك شاعة شاعة شو هالمهزلة هذه. أنا وليت عندي شك في روحي مثلا كي غلطتو. أنت عندك شك في شنية؟ الشك هو تذبذب. تذبذب بنجم يكون على المستوى العاطفي. هو بين التصديق والإنكار. الريبة يقول لك واحد مرتاب. عدم الثقة. تفقد السيطرة ساعات. تولي ما عادش مقتنع بالحاجة اللي قدامك. يتعلق الدماغ بافتراضين. هكا ولا هكا. الشك مش نسألوك اليوم كي عشت الشك هل قعد حالة عادية ولا وصل إلى مرحلة المرض يعني ولا وسواس قهري متاع الشك. الشك اللي عشته وانتي من الرزمو اخترت موضوع في حرف انا ما نجمش ننطقه اللي هو الشيء شين. دونك سايسوا عليا من الحديث تعلي من غير تنمر. الشك يا جماعه هل عشتوا وطول معاك ولا تجاوزتوا بسرعه؟ في شكون شكيت وفي شنية؟ في راجلك، في مرتك، في حبيبك، في صديقك، في الخدمه، في قرار انت ماخذه؟ مع شنية عشت الشك؟ نسمع حكاياتكم على رقم 31 308 ألف. فما كومنتير على الشين يوتيوب توا يا ولدي وقفنا في 6 فيفري نهار الخميس. يا راجل وينك؟ ساعة تحية الناس الكل اللي شاركوا معنا في حلقة نهار الخميس. عملنا كان الموضوع سؤال مفتوح ويسألوني سؤال وانا نجاوب كل الأسئلة كانوا في خصوص انا شني عشت من قصص حب وحكيت قصتي في الاخر. ووقفنا في 6 فيفري وقت اللي قالت لي اماني وينك يا راجل. بو انا قلت لكم الجمعه جاي ما قلت لكمش نهار الاثنين. اما به يلا سيدي نخرجوا فاصل نستناو ساعه ايش باش يكلمونا الناس على رقم 31 308 ألف. الشك كيفاش وفي شنية عشتوا؟ هل قعد حاله عاديه ولا وسواس قهري؟ نستناو حكايتكم حتى ال11 متاع الليله كا وبالك بعد شويه زاد نزيدوا بعض المراحل من قصتي مع أماني بما أنه جماعة شدوا صحيح. فاصل قصير راجعين معكم بعد شوية. كاظم الساهر هل عندك شك؟ انتو ما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على إي إف إم أحلى راديو. 9:18 تحية لكم الناس الكل اللي ما كنتوا تتابعوا فينا. مواصلين معكم حتى ال11 متاع الليل. اليوم موضوعنا في كلام القلب. الشك هل عشت الشك في حياتك؟ كيفاش عشته؟
في شنية عشتو مع حبيب، مع صديق، مع في خدمة، مع قرار خذيته قعدت تشكك فيه، هل هو صحيح ولا هل قعد فقط حالة عادية متاع شك، ولا مرضي، ولا وسواس قهري متاع شك في الشيء اللي انت شكك فيه، مرضك ولا تعديت سلامات. نسمع حكايتك على رقم 31 308 1031 308 1031. حبيبة قالت سؤال نطرحه عليك انت طارق، هل جربت احساس الشك في حياتك وكيفاش عشته؟ جاوبنا بصراحة. به هات ناخذوا حياة في التليفون وبعد شوية نجاوبك على السؤال هذي، هل عشت انا الشك ولا وانا عارفه هو السؤال، هل عشت الشك في حكاية تماني ولا ما انا جايين. يلا حياة اهلا وسهلا. اهلا سلام اخوي طارق. حياة اهلا وسهلا، ما قوينا في صوتك للا. اهلا اخوي طارق، كل عام انت حي بخير. كل عام هي كل عام انت حي بخير. ما زلت تمشي لتوا؟ اي بالطبيعة خير من جاي اخي، على فيه اليوم 8 ايام. اي ما توفاش، كل عام انت حي بخير، مش توفى سايك 13 جانفي 8 جانفي شنو هيك حتى الوقت ايش نقعد نقولوها حياة كل عام انت حي بخير خاطر طولت شوي. اي سيدي مانيش نسمعوا فيك لو حياة هكا نكملوا هكا للأسف باش نعلقوا عليك للأسف. نسمع احنا مش نسمعوا فيك مليح. تحسك متكية ومتحت الفراشية تحكي معانا. يا خويا طارق انا ديما نسمع فيكم، انا مستمعة وفية قريب عندي 4 شهور نسمع فيكم، انت مش تعلق عليا. باهي منين تكلم فينا لله؟ من تبربة. من تبربة، تحية كل الناس اللي تابعونا في تبربة. قداش العمر؟ 30 سنة. به حياة قالوا لك في الكومنتات، قالوا لي سايب لنا حياة، سايب لنا حياة وما تشدش معاها في حكاية صوت ضعيف. به حياة عشت الشك في شنية؟ عشت الشك في راجلي. في راجلك؟ وقتاش هذا؟ بعد عام، العام الأول لبس علينا مع بعضنا عايشين الحمد لله. وبعد ولا التليفونات، ولا كنا نقعدوا على الطاولة في فطورنا يقلب التليفون. تعرف في حياة 70% من التليفونات اللي كلموني وهما معرسين ديما يبداو هكا، العام الأول عديناه سافا جاو لبيا شيخين، وبعد عام ما فهمتش بعد عام اش قاعد يصير في العلاقات. بعد عام اش من سحر قاعد يسيبكم؟ بعد عام شكيت فيه، يعني شكيت فيه كان في محله التليفونات ديما تضرب. صحيت في ماضي ساعة متاع الليل سامحني كي نقولو شبيه تليفونك مش يبديه للدور، يقول لي هاكا تونسيانة، هي شبيه تونسيانة منذ كان عليك انت معطلة في ماضي ساعة ماضي ساعتين. يهز تليفونه ويمشي للدوش. يقول له شبيك؟ يقول لك تونسيانة كلمتني. وهو الاوبيراتور يكلم الناس يا اخي ما يبعث مساجات. هو مع صاحبته، يحكي مع صاحبته مساجات تليفونات، يهز الكهرباء ويخرج. شكيت ونهار احنا قاعدين في الكوجينه نفطروا مع بعضنا الصباح، وهو عمل لك هذا التليفون ربي سبحانه باش قالوا هم الاول ما شافش النمر بالكدا، ما لبسش اللينات نتاع النظر نتاعو. شوية طلعت صاحبته تحكي معاه، خليته يشرب قهوته وخليته رجله. شنو مقيدها هو؟ والله بهوش مقيدها، النمر هو هكاك. أنا شديت التليفون وحفظت النمر. حفظت النمر؟ حطيته في مخه. مش تكلمته؟ خليته هكاك كمل قهوته ورجل النمر. وبعد حكيت معاه قلت له اخذوا اللي عديتها الأولى عديتها الثانية تو يا ربي لي، وعلى انا مانيش يعني قلت فعلا سبحان الله. عند جيت نشوف نقاش يعني هذا التليفون لقيتها، قلت لي انت مرته وانا صاحبته. اي انا مرته وانت صاحبته، كيفاش صارت هالمكالمه هذه؟ اي قلت لي انت كلمتني وشكون تفضلي من رويك من يطلب في راجلي، قلت لي بربي انت مرته وانا صاحبته. اي وبعد جيت نحكي معاه سكونه زي اللي انت تطلب فيها، قال لي والله صاحبه قديمه. قلت له كان راجلي قابلني في طاولتي وفي كوجينتي وتاكل في ماي وملحي وتخون فيا، فكان وصلنا متلاق كل حد على روحه وانا في دارنا وهو ربي وجهه خير. طلقته شنو انشا؟ هو طلق انشا
هو طلق شمشير. اه هو اللي رفع القضيه. هو رفع قضيه. يعني انت رغم الشك الكبير وبعد اكتشفت الحقيقه ما رفعتش قضيه، قعدت ما رفعتش، قلت ما سالش عندي فيه على مولاه ومن هدم داري وعائلتي وما سالش، وتو يرجع لمستوى شويه شيء زي الكهرباء يخرجوا وياها يحوسوا وياها. غضبتك انه رغم هذاك الكل انت سمحت يا اخي طلاق جاي منه؟ تعرف خويا طارق، تفضل. تعرف انا الوقت هذاك وقت اللي سي عرفته واللي حاشاك ماهوش في المستوى صدقني ما غضبتنيش، ما غضبتنيش والحمد لله يا ربي، وكيت في دارنا وجاني ولد حلال وربي كرمني بانسان طيب وخاف ربي فيا. عاود عرست؟ عايشة ايه عاود عرست. قداش عندك؟ ورب عندي عام توا من العرسة، وراجلي هذا ربي ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى وربي فضله ليا وعوضي على كل شيء. وطليقك تزوج بالمرأة هذيك؟ يعني تزوج بواحدة أخرى، تزوج بهذيك ومن بعد تسمع بيا باش نعرف حب يرجع وغضبت ولي ومرتي وما لقاش ما خير منها. قلت له كي تخرى تبقى أنت آخر واحد في تونس وفي وفي اللي يخون مرة يخون مرة وثلاثة وأربعة، وراجلي هذايا صدقني تليفونها بالرغم بفلس تليفونها يحط تليفونها ونجي ومبربش تليفونها وعادي ومانيش هذايا. يا رب ان شاء الله ربي يعطيه يتمنى، ان شاء الله ربي يطول لي في عمري. ان شاء الله تكون قصه جديده صادقه بعيده عن الشك. صادق وان شاء الله ربي يخليه لك، ان شاء الله ربي يخليه لك، ان شاء الله تعيشوا ايام سعيده صادقه بعيده عن الشك. نحب نسال أموال الناس اللي تابعوا فينا في اليوتيوب، هل الصوت نتاع حياة كان واضح وفهمتوا الحكاية ولا لا؟ باش كيكا نعرفوا نوع التليفون نتاعك، هل نعديوه ولا من الاول نقصوا عليه لانكم ماكمش تسمعوا فيه؟ جوست في الكومنتات قولوا لنا هل سمعتوه بالكدا التليفون هذايا والا لا. شكرا لكل الناس اللي قاعدين تابعوا فينا في كلام القلب، مصير حتى الحديث نتاع الليل موضوعنا اليوم الشك في قصة حياة كان مفتاحا لليقين بعد ما شكت في رجلها وصلت إلى أنه فعلا كان عنده شخص آخر وبعد صار الطلاق. احنا الشك مش بالضرورة مع الزوج، ينجم يكون مع في صديق، في قصة، في فلوس، مع في العائلة، مانيش عارف شنية، في الخدمة، في قرار معين. الشك رافقك، هل قعد حالة عادية من الشك ولا مرض؟ لأنه يصبح مرض ويصبح وسواس قهري للبرشة ناس. نسمع حكايتكم على رقم 31 308000. الصوت واطي لكن واضح ومسموع. هيا باهي واضح واضح دونك سلكناه مع حياة الصوت كان واضح. سألوني قالوا لي انت عشت الشك ولا حبيبة تقول طارق ما نصورش كان عشت الشك مع أماني بعد القصة الحلوة اللي عشتوها مع بعضكم. بو ما كملتكمش انا دونك ما تجمش تعرف هل القصة حلوة ولا، لكن عشت الشك في برشا مراحل. انا عشت الشك اتو نخلت في الاخر ما يسالش الاماني مرجع الحكايه هذيا، اما انا نحب نحكي فيها. عشت الشك وانا في القرايه، هل انا متاع قرايه ولا بعد فهمت لي ليه. عشت الشك وانا نحب نعمل مسرح. عشت الشك وانا في المكان هذا في افا، هل انا متاع المكان هذا ولا لا؟ هل انا اصح في الكرسي هذاك متاع الكرونيكور ولا اصح في الكرسي هذا متاع المنشط؟ هل نبقى في نفس المكان او نغير؟ عشت الشك في برشا حاجات. عشت الشك حتى في مبادئي، هل هي صحيحة وتتوافق مع الميدان اللي احنا فيه ولا لا؟ هل انا مبالغ ولا انا غلط؟ وعشت الشك زادة حتى في قصص الحب اللي عشتهم. في قصة الحب الأولى اللي عشتها كانت من طرف واحد سنوات طويلة برشا كانت من طرف واحد، فكنت نشك في روحي وقتها هل كان فعلا حب ولا تركيبة، لأنه الشخص الآخر لا يبدي اهتمام ورافضني وما على باله بيا، فعلى ذاك أنا قعدت متشد صحيح في القصة هذيك. فهنا الشك، هل مشاعري حقيقة وهنا فعلا نحب الشخص هذاك مثالش كان نحبه هاني قاعد حتى كان من طرف واحد ولسنوات، وإلا خاطرها ممنوعة ولات مرغوبة في أماني. ساعة شكيت أنه كي نحكي لكم القصة تعجبكم كي تسمعوها ولا، هذا اللي شكيت فيه. في قصتي معاها هو كان شك ممزوج بيقين،
كان شك ممزوج بيقين، قصة مع أماني إنه القصة هذه ماهيش باش توصل لنتيجة تفرحني، سعادة كبيرة ممتعة أوكي، مانيش حزين عليها خاطر حتى نهايتها ممتعة بمجرد إنه الواحد عاشها فالواحد مستمتع بها حتى كانوا فات معناها. فما ناس بعد حلقتنا الخميس بعثولي وربي معاك وكذا، هي مش لك الدرجة، هي أوكي ما وصلتش للهدف الحقيقي منها لكن مستمتع حتى بنهايتها، مستمتع حتى إنها ما كملتش، ويمكن لو يرجع الوقت نعاود نبصم على إنها ما كملتش، نحس إنه ما كملتش أحلى وأرقى للحكاية كما القصص القديمة، معناها قصة عنترة، قصة قيس بن ملوح، قصة قيس بن الذريح، قصص ما كملوش ومتعتهم في عدم ختامهم بالسعادة. أنا هكا راه كل واحد عنده زاوية للنظر. دونك كنت شاكك من الأول إلى درجة اليقين أنه القصة مش باش تكمل، كان الإحساس موجود منذ البداية وهذا اللي صار، والشك أصبح يقين. حالة عادية ولا كان وسواس؟ كان وسواس، لأنه كان بحذية شخص جميل وكان هناك وسواس يراودني هل القصة هذه فعلا كما نحس يا خسارة مش باش تكمل، ولا فما مفاجأة بعيدة على إحساسي وباش تكمل. لكن شكي كان في محله وإحساسي كان في محله أنه القصة أشهر فقط وليست سنوات. يلا معنا وفاء، أهلا وسهلا. ألو عسلامة. عسلامة وفاء. عايشك عايشك ربي فضلك. شو أحوالك لله؟ عايشك ربي فضلك ميرسي لاباس الحمد لله. مين تكلم فينا؟ من تونس من بن عروس. من بن عروس، صحيح كل الناس اللي تابعونا في بن عروس. وين في بن عروس؟ كبيرة بن عروس. في السنتر في بن عروس. أنا جديدة خاطر من سوسة أنا أصلي. يا باهي مرحبا بيك لالا في بن عروس. وبيك يا عايش. وتحية لكل الناس اللي تبعنا من سوسة. كنت تسمع فيا قبيلة شوية وفاء؟ فما كومنتير قال لي علاش كل ما تحكي لنا على اماني تدخل بعضك، هل حسيتني داخل بعضي توا في الدقيقتين الاخرانيين؟ لا بالعكس ساعه تحكي مرتاح. وحسيتني مستمتع ولا متوجع كما هما يقولوا؟ تحكي مستمتع ولا تحكي بإريحيه ولا عندك شك؟ هيك باش ندخل في الشك نحكي لك على الشك. وفاء قديش العمر؟ والله 45 كده. 45 ديما نفس سؤالي، علاش قلت لي العمر بالفرنسي رغم انه الاجابات الاخرين قلتهم لي بالعربي؟ ما نعرفش هكيك هكيك يعني في طبيعة ما نعرفش. وفاء وي في شنية شكيت؟ والله انا شوف فما اكسبيريونس صارت لي وانا في الفنسيت اي يعني كنت في ريلاسيون دامور مع بيرسون يعني كنت يعني كنت بريئه تاش معناتها اي في اللاجازيت افنتيت وانا بريئه، عمري ما خدمت مخي، عمري ما يعني ما كنتش ذكيه ما كنتش خبيثه يعني بلغتنا احنا. مي صارت هكا تقولوا احنا صارت حكايه يحيى سيقتني فيقتني يعني فقت وليت إنسانة أخرى، وليت إنسانة أخرى يعني مخي فريق وليت جسكا منو للحظة هذه اللي أنا نحكي معك وأنا نشك في كل شيء أقرب الناس ليا وزيد على زيادة اللي العباد تبدلوا وأقرب الناس ليك هم أخواتك ما أخواتي أنا نشك فيهم وشكي في محله مش يعني مرض أو لا كل حاجة نشك فيها. نحب نقول حاجة هو الشك شنية؟ هو واحد مش مرتاح في حاجة إحساسه قال له يعني ما تعطيهوش كونفرنس يعني 100% الحكاية هذيك عدم الثقة جسمه في كل شيء وزيد وحتى ولو أنا نشك هما أعطوني يعني هما بيدهم يعني صحوا لي معلوماتي صحوح لي معلومات يعني العباد اللي عرفتهم علاقاتي الانتراج اللي انا فيه الانتراج اللي نخدم فيه اخواتي لوزاتي بكلهم يعني يعني ورولي اللي انا راني صحيحه يعني الشك يعني نتاعي راهو في محله. علاش من خاطر العباد تبدلت والناس ولات خايبه سامحني يعني في معاملاتهم في واحد يقول صباح خير يخدم مخهم من الاخر يعني
الشخص لا يلزم الواحد يشك في كل شيء، وانا وليت نشك في كل شيء. وبالاساس الشك فيش فاش كان بالضبط؟ يعني قلت لك انا في كل شيء. بون حدد لي سؤالك شنو يعني بالاساس، يعني شنو الحاجه الابرز اللي كنت شاكه فيها؟ يعني قلت لك انا في علاقاتي مثلا، كيف مثلا قبل ما نعرف كنت مثلا ندخل في مثلا رولاسيون دامور، ولا مثلا نعطي مثلا قلبي ونعطي احساسي، من بعد الشك نقول لا نشد روحي خاطر بتتر ما هوش هو الانسان اللي انا نحلم بيه. يعني بالاساس القصص العاطفيه. اي وجد جدا انت راجل عايشه في كل شيء. انا قلت لك جاء، انا قلت لك المرض كل شيء، كل شيء، علاقاتي، اخواتي، جاء قلت لك الاقرب الناس لي اللي هم اخواتي، انت راجل عايشه في العبيد، علاقاتي، يعني تقول انسان هذيك به نحكي لها سري، جارتي، وهي يلزمك تشد روحك، يلزمك تكون ذكية شوية، يلزمك تشك اللي يديك باش تبيعك. فما سؤال توا في اليوتيوب كتبته واحدة من المتابعين، الشك قالت لك ثقة في النفس ولا الشك عدم ثقة في النفس ولا عدم ثقة في الآخر؟ لا 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 لا، عدم ثقة في الآخر باش الإنسان يكون ديما مستعد للنتائج نتاع العباد اللي يعرفهم، يعني الرياكسيون نتاعهم يكون هو مستعد، ما تجيوش ضرب على غفلة. مثلا أنا أول ما حكيت معاك قلت لك أنا كنت قبل عملت يعني رولاسيون دامور في إنسان، لكن وعندي زوز يعني صاحباتي عرفتهم عليه، إيبا ولو يخرجوا معاه وفصلوا لي علاقتي معاه. دونك الفازة هذيك أنا يعني بدلتني 360 درجة، أنا وليت إنسانة أخرى، فقدت ما عادش نعطي ثقة، وليت ذكية، وليت نشك في كل شيء باش نكون مستعدة باش ما يظلمونيش، باش ما ولا الشك كأنه وقاية عندك انت، تشك بالمسبق. اي وفي الاخر شكوكك في محلها ولا ديجا انا جاوبتك عليه، قلت لك وي يلزم اي الشكوك في محلها خاطر العباد اللي انا نتعامل معاهم يلزمني نكون نشك فيهم باش نكون مستعده للرياكسيون تاعهم. ديجا جاوبتك خاطر الرياكسيون تاعهم 100% واضحه، 100% واضحه، اللي هما مثلا ما همش كيف ما انت، ما همش كيف طبيعتك، ما همش. لكن يقول لك اذا انت وقت اللي ما فما حتى شيء يوحي لانه فما خداع، يعني انت من لا شيء تشك وفاء، انك انت تشك ديما في الاخر، فليس هذا شك في نفسك في حد ذاته؟ راهو لازم الواحد يشك باش يعيش مرتاح. نجم نقولوا انه في حالتك انت هو وسواس قهري؟ لا جامي، انا اللي خليني سعيده واللي خليني ناجحه نوعا ما هكا. اي كرمان نقولها لك، يعني انسان يعني الدنيا راهي تبكت، هذاك علاش العباد ولوا يخدموا في مخاخهم برشا، صدقني ولوا يخدموا في مخاخهم برشا. الور الواحد كي ما يشكش في الحاجه هذيك ويكون جابد روحه ومثلا والله انا ما نجيبش نعبر لكم الفو، اما ما يعطيش كونفيونس يعني توتال وكاها فوالا. هما يقولوا فيها ديجا فما مثل انا تيتو لا تخون ولا شنو هكا، هو هكا لا تخون ولا شنو هكا نسيتو انا اللي لا تخون ولا نسيت فوالا لا تخون. دونك ما نعطيش اي كمل لنا المثل، انا ما نرقدش تو نسيتو لا تخون ولا نسيتو ولا راس خويا ترى لا انا نتعداو كما نلقاوه ترى لا تخون ولا ترقع تقول لا تخون ولا لو طون انا لقيته في جوجل لقيته تخزيا لا تخون لا تنافق ولا تخون زعما لا 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 تخون ولا يعني بمعنى لا عاد يا اخي كيكا هو فما ناس تسمع فينا قلنا لها شطر مثال ما يجيش لا هاني باش نقول لك انا المعنى نتاع لا تخون ولا المعنى هو يعني لا تسيب الماء على البطيخ شنو هو؟ واحد اخر مثل اخر هذا ولا تشد روحك هذا مثل واحد اخر ولا فكره؟ تكون او ميليو وفي تكون او ميليو يعني ديما الانسان ما تتعاملش معاه يعني بتسيب ما تعطيش احساسك الكل ما تعطيش قلبك الكل ديما تخلي عندك
أحويجة لجور اللي هو يكون مثلا غدار ولا خاين، انت تكون شادة حاجة، تكون انت مستعدة أموا مستعدة اللي انت عاملة حسابك، فهمت كيفاش؟ بس يعني ما تتعاملش بتمو، ما عادش يصير تتعامل بتمو، ما عادش عبيد تو قاعدة تتعامل بينية 1000%، ما عادش هذيك جدودنا وقبل يعني زمان بكري، اما توا ليه توا كيما قلت لك باخير يخدم عليك مخه. ما خرج لي هذا وفاء ما عرفش ظاهر مش هو قال لك اما طويل. اسمع ناس بكري قالوا ما يرقد الليل مديون ولا يحمل الذل مانع ولا يغسل العرض صابون ولا ينجر القلب صانع، ناس تصون وناس تخون وناس العشرة عليها تهون. ظاهر مش هو ظاهر مش هو ظاهر مش هو اي اما مش هو اما في ما معناه اللي يسمع عباد موجودة راهي مش كيف طبيعة الانسان المقابل، انسان ديما يمشي بنيته، اما لا مش يمشي بنيته 50% بنية و 50% شك. أو كرجعنا دلنا ورجعنا لنفس السيركل، ما يعطيش حسيتي الكل، دونك 50% ثقة و 50% خليها عندك أنت. قالك صاحبك لا تخونه لو كنت خوان. مش هو؟ لا مش هو، أما أنا فيما معناها لا تخونه، لا فيما وفاء. معناها وفاء نعم وفاء جا أقول لك حاجة تبابا ولا لا نرقدها أنا اليوم انا اليوم شيخوني النوم كان ما نعرفش المثل وفي وفي تخلينا نرقد بحسرتي خاطر ما عرفتش مثل شعبي تونسي وانا جايبها باهي في العربية وكذا وعندي عامين ما نحكي كان بالعربية في الميسيون. انا باش نحكي لك يمكن باش تفهم انت المثل هذا باش نحكي لك تجربة. احكي لي وفي. امي مشت تخطب في مهمة مهمة الحكاية مش تخطب في مهم في 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 بنية يا أخي بوها شقالها قتلوا ولدي عاقل ولدي كيف ما احنا يعني ناس دافين وناس متربين وخدم على روحه رجال برا خويا فهمت اش قال لها بوها؟ قالها انا ما نعرفش شنو اللي في قلبه. عرفتوا المثل فوالا لا تمن ولا تخون لا دونك انا يعني انتم كعائله باهين ومتربيين ودافين وعاقلين لكن انا ما نعرفش يعني يلزمني نشك شنو في قلبه اسكو هو انسان كوريكت ولا لا دونك لا تخون ولا تامن. ليه قلبت امه ليه 50% لا تمن ولا تخون اي سا يا وفاء يا وفاء يا وفاء 50% و 50% وفاء وفاء مانيش مصدق يعطيك الصحة. نحس في نحس في نحس في في فرحة ما عشتهاش قبل نحس في كي الغمة وتنحت على قلبي كي طلعت وأخيرا طلعت المثل نحس في روحي تحس في روحي اكتشفت حاجة عظيمة نحيت خمجة نحيت حسيت غمة وتنحى وفي انا كنت مستنيك عندي برشة في حياتي شكيت مش شك انا تظن ولا تشك هو رو لمام يعني ليه ليه يا وفاء ما تزيدش تحزني ظن وتشك مش كيف هو احساس ولا وفاء توا نخاف لما يجينيش النوم كان ما نطلعش نوع الفرق بين ظن بين ظن وتشك هو اخذري هو يعني جنرال ما هو احساس في الانسان الحاجة هذيك انه يشك فيها انها باش تنجح والا ما باش تنجح اي يشك ولا يظن باش تنجح والله انا عندي نفسه ما نعرفش كان انا غالطة اما عندي نفسه انا الظن هو الشك واحساس والله وفاء ما نعرفش كيفاش انا حكيت حسب نجم نخرج فاصل اوكي خاطر ما
نعرفش كيفاش يقول هيلك وفاه، اما الظن ما هو الشك، الظن هو يا وفاه. كي تظن بين حاجتين، حاجتين وجعتني، كي تظن بين حاجتين وبعد النتيجة تكون ما كان راجحا بين الاحتمالين، يعني واحد من الحاجتين يطلع صحيح، هذاك الظن. أما الشك وقت اللي لم يترجح أي من الاحتمالين، يعني زوز احتمالات ما طلعوش. تضحك خي، تحسب خي، تحسبها لعبة خي، تحسب ظن وشك دول تحت ظن وشك. ظن وشك في بالك أهو أول تريحة حكيتها في حياتي على شنية؟ لا تعرش؟ تعرش على شنية؟ لا طلع ظاهر على شنية. كليتها في بريود كمان هك عظن وشك. شنو هي المثل هو متاع قبيلة؟ لا تخون ولا تأمن. تيتلي شنو هي وفاة توا نلعبوا؟ لا تأمن ولا تخون. وي وي شنو هي توا؟ وفاة. أنت تأمن ولا تخون؟ أنا ديما نخون صراحة، أنا قلت لك في علاقاتي الحياتية في كل شيء، في الانتراج كل شيء نتاعي الكل. ديما نخاوض صراحة، أنا رمي نقول لك يعني بصدق يعني أنا نخاوض وديما شكي في محله، وديما النتيجة اللي نخاف منها هي اللي هي اللي تضربني. أنا أقول مش شكك في محله، أنا أقول ظنك في محله اللي هو أحساسي اللي هو ما يهمكش يعني يعني ما يهمكش وفاء. لا يهمني، يعني انا نكسر في راسي ونحكي ونطلب ونبرح ونعيط وانت ما يهمكش، داخل منا خارج منا، كاني وحدي في العلاقه هذه. لا والله لا والله انا معك، انا نحكي وانت ما يهمكش وتضحك. وفاء يزي نقصوها هوني. لا 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 قصوها هنا، قصوها هنا محليكم. انا اللي ما يهمهاش كلامي ما تلزم، ما تلزمنيش. تضحك نقصد انا تقصد احساسي هو اللي ديما في الشك واحساسي ديما اللي يخون. تقصد ولا تحب تقول؟ نقول تقهرت، تقهرت على خاطر كلامي ما يهمكش. ليه 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 نبعث لك مساجات وما تحلهمش؟ مع شكون تحكي؟ ما نظنش. ولا ما تشكش؟ لا لا ما نظنش، ما نظنش. انت توا تظن انه احنا باش نخرجوا بيب ولا تشك؟ نظن اللي باش نخرجوا بيب خاطر حاجه صحيت صحيحه، صحيت على خاطر واحده منهم باش تخطف. لا لا بنظن بنظن بيها، مش في حاجه اخرى. لو الشك في حياتك الشك راه مش حاسيلو. انا استمتعت، ميرسي انت والطاقم اللي يخدم معاك الكل، ويعطيكم الصحه وان شاء الله ديما الى الامان. الكومنتات قالوا لك طارق يبكي، تطلعش اماني اللي يحكي معاه تو. اماني وفي 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 ماهيش بعيد على على الاماني، على الوفاء والاماني. اي قريبه ياسر، قريبه برشا، اي في الحروف وفي المعنى، اي قريبه برشا، وفاء واماني بالضبط. كيما الظن والشك قراب لبعضهم، اي وفاء واماني قراب. سولو شنو سامحني العدد شنو اللي شبه فيهم سامحني؟ وفاء واماني يا يا وفاء. شنو اللي شبه بين وفاء واماني؟ الوفاء والامان ما همش بعاد،
هو الأمان هو الوفائرة. يعني تحس بالأمانة مع إنسان فهو قاعد وفي معك. لكن أماني لا تعني الأمان، جاية من أمنية وليس من أمن. أمنة جاي، أمنة جاية من أمان. الأماني أنا هنا وين حزنت بالحق. الأماني هم يعني الأمنية متاعك، التطلعات متاعك، شنو تحب توصل وين. الأمنية متاعك، شنو الأمنية متاعك وفاة؟ أنا أمنيتي نجيب الصغير. إن شاء الله ربي يعطيك أمنيتك يعيشك. وأنا نظن أنه الأمنية ذي باش تتحقق إن شاء الله. أبو يعيشك إن شاء الله، نبدي يعيشك. شكرا لك وفاء اللي شاركنا وتفاعلت معنا. فاصل كما ظنت وفاء، لأنه الفاصل واحد من الاحتمالين، ونذهب إلى ما كان راجحا بين الاحتمالين. فاصل قصير ورجعين معاكم في مش في الشك، في موضوعنا. موضوعنا اللي هو عشت الشك في حياتك في شنية وكيفاش وعليش، وهل كان حالة عادية ولا كان حالة مرضية. كلمنا على رقم 31 380 1 31 380 1. بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى غاديو. 59 دقيقة، رجعنا معكم في كلام القلب. كل تحية لكم متابعينا، ولما كنتوا تابعوا فينا في التعليق قال لك وفاء ما عادش باش تكلم الراديوات جملة بعد ما طارق عمل فيها كيلة، بالعكس وفاء عملت جو معنا وحكيت لنا على شكوكها الكبيرة. إذا التليفون الأولاني كان عنده ظن في محله، لأنه زوجها كان فعلا يعيش قصة أخرى موازية، لكن وفاء قد يكون ما نعرفش يشبه شوية إلى الوسواس. هو تقول هي أنه وقاية، تشك في كل شيء قبل ما يصير، وبرشا منه يصير اللي شكت فيه. لكن كيبدأ الإنسان كيكثر يولي ساعات ينجم يكون مرض، مش بالضرورة هي قصة وفاة هكاكا. دونك نسمع حكايتكم على الرقم 31 380 1 31 380 1. هل عشت الشك كيفاش وفي شنية عشت بالضبط؟ معنا مريم، أهلا وسهلا. عسلامة مريم. قوينا في الصوت مريم. ألو عسلامة. شنو أحوالك يا مريم؟ ألو يا مريم. وي نسمع فيك. منين تكلم فينا؟ من نابل. من نابل، قداش العمر؟ 28. 28. تعرفوا المثل تمن ولا؟ أي أنا فرحانة. لا تمن ولا شنية الساعة؟ لا تمن ولا شنية؟ لا تمن ولا تخون. صحيح، لا تمن ولا تخون. اللي باش يتعدى معانا الكل لازم يبدا بالمثل هذا، ما كاش ما يتعداش. لا تمن ولا تخون، كمل مريم. هاي اول حاجه انا فرحان على حاجتين، دي انا لينا معاك التليفون. اي وانا راني ديما نسمع فيك، وبالحق كل ما نسمعك ديما ينقص عليا برشا ستريس وبرشا ضغط. حسيت. شكرا ليك يا مريم، شكرا ليك. عايش. وثاني حاجة فرحانة زيد على خاطر انت طلعت المثل. الحمد لله، واللي استفدنا ما شي معناها ظن وشك، وعرفنا شو الفرق بين ظن والشك. كيفاش؟ اي وعرف وباش يجيك النوم الليلة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وثاني حاجة خاطر زيد طلعت الحكاية الأخرى بتاع ظن والشك. بتاع ظن والشك. هي طلعتها مش انت. منين طلعتها؟ انا قلتها، انا اللي قلتها لها يا بنتي. أنا اللي قلتها، أنا نعرفها من قبل الظن والشك، أما تستيت حبيت أن تستيت. مريم. نعم. إيش تعمل في الدنيا؟ نعم. بور لو مومون في الدار. وفي مومون ماضي، إيش كنت تعمل؟ نخدم. كنت تخدم. الشك طريق إلى اليقين، هاو كومنتير عرضني توا من أمان الله. أنت الشك وصلك إلى اليقين ولا؟ أنا الشك مش وصل للياقين، انا عشت الشك قبل مع خالتي، كل حاجه نشوف فيها تطلع صحيحه. انا وليت نعيش فيه الشك خاطر هو اكده لي، فهمتني، را فيه بعيني حتى لين تيقنت منه. كيفاش كنت ترى فيه بعينيك لين تيقنت منه يا مريم؟
على خاطر راشي ديما يعمل في برشا حاجات قدامي وانا ديما نكذب ونفسي نكذب ونفسي ديما اكتشفت الحقيقة. شنو هي الحاجات اللي قدامك مريم؟ قالوا لك قوي في صوتك بالله. اي بلاصه اللي نحكي فيها في يشري ذوق. اللي تحكي فيها ولا اللي ولا اللي تحكي منها؟ اللي نحكي منها. باهي شنو اللي كنت ترى فيه على عينيك برشا؟ تليفونات كيما تليفونات تلقاها يعني يخزر برشا بنات قدامي معناها عيني عينك برشا حاجة يعني كي يتعداو نساء من بحذاكم لا يضيع الفرصة و... ويتفرج مش نساء بنات ما يخزرش للنساء أو يخزر للبنات. أي قدامي قدام عيني دوك يخزر للنساء للبنات مش للنساء للبنات مش للنساء. أي شو الفرق هو؟ خاطر النساء تلقى مساعدة مرأة كبيرة ولا حاجة بيخذ رنهاج هو في الحاجات تاجيك الحق. أي هو ذاك الفرق بين البنات والنساء. يحترم مرأة كبيرة يحترم تبدأ مرأة كبيرة يحترمها. تبدأ طفلة صغيرة يبدأ يخذ رنها ويبدأ يعمل في برشا حركات معناها. بي دونك توسكي صغير يخذر كان وانتي أي وانتي ما تقلقش وقتها في الوقت ذاك ولا نتقلق ليه نتقلق برشا هو يعرف ترى عاود هالي كيفاش نتقلق نتقلق برشا نتوتر برشا نتوتر برشا كيف كنتي قبيلة كي قلت بقيت نضحك عليك أمه طلعت ما طلعتش أمه. وهالشك ذا وصلته له ولا قعد بينك وبين روحك؟ ليه ليه انا معناتها كي ما تعجبنيش حاجه نصارحو بها نقولو شبيك تخزى هذيك شبيك تعمل هكاك شبيك تحكي مع هذيك فهمتني. ولكن الغريب انه هو كان شعي. الغريب هو انه كان يعمل الحاجات هذي وما يخبيهاش عليك يعمل فيها قدامك. صحيت اي صحيت ما يخبيهاش عليا بمنطق وجي قل لي راني حكيت مع فلانه راني كلمت فلانه راني خرجت مع فلانه اي يحكي لك يحكي لك بمنطق ما يهموش فيك يحكي لك ويتعدى على روحه والا يحكي لك بمنطق تيذوكم حاجه وتتعدى اما انت الاصل. صح اي هيك بالضبط هذه اي نعرفها هذه اي عملتها اي برشا يعملوها. شنو برشا يعملوها. وين وصل بينا هالشك هذايا؟ وهو كان شكا واقعيا ليس مرضيا. صحيح ليه ليه واقعي ماهوش مرض معناها بعد ولا مرض. اي وين وصل بينا هالشك؟ كيفاش بعد ولا مرض؟ شال الانفصال صحيح ورحت على روحه. هو وصل لخطيبك؟ اي خطبني كل شيء وباقي يعمل في الحكايات هذيك وصلت ما شالها حاسيله هو مريض بالحكايات هذيك وانا وصل مرضني انا بالشك. هو من النوع الذي لا يكتفي بواحده فقط؟ لا يكتفي حتى بثلاثه. رغم اللي انا ما ناقصني شيء. كيفاش لا يكتفي حتى بثلاثه؟ هاي كان حب ولا قصه عابره وفقط؟ لا لا كان حب. يعني تبسيمتك وقهقهاتك وانت تحكي لنا كيف انا جوست مستمتعة بما مضى مش معناها القصة ما تعنيكش. لكن تعنيني وعانيت منها برشا ودبرمت وصار ما صار ومتوا صيي معناها تهوى مش نبقى ديما معناتها نعاني في الاهات تنسي وفي كل شيء. جوست حبيت نشارك نحكي حكايتي وكهو. شنو تقول له يسمعنا؟ وما نتصورش كان يسمع فينا خاطر مازال اكيد البرا ماهوش في الدار. اي احنا البرا مش في الدار، هي البرا فماش راديوات. ليه ما يحلش هو يتلهي في حكايات اخرى. شنو يتلهي؟ يسلم على البنات يتحداو. يحكي مع البنات يسهر. شنو نقول له مثلا اذا كان يسمع فيها؟ نقول له راهي زي نتيجة الشك اللي رتبت تقولي نتيجه افعالك وردي معاه. شكرا لك مريم، نتمنى لك كل الخير والسعاده في تجاربك القادمة. ما عندك شكون تحب تسلمه؟ اي فضل. سلم على دارنا كله خويتي اللي كانوا يسمعوا فيها وصاحبتي مروه وصاحبتي ميشا
وعليك انت برشا برشا بيخدموا معك الكل. شكرا لك مريم، شكرا لكل الناس اللي قاعدين تابعوا فينا في كلام القلب في الكراهب في الديار في خدمكم في الفيسبوك او في اليوتيوب. تحيه لكل الناس اللي تابعونا اللي يعلقوا اللي موجودين معنا اللي استناوا بتدر في كماله لقصه يوم الخميس. هنا موجودين مع بعضنا، كل التحيه لكم. قالوا لي نخرجوا فاصل وقيت فاصل موصل معكم، ذكركم بالموضوع الشك. عشت الشك في شنية عشتوا ومع شنية عشتوا، مع شكون، مع زوج، مع حبيب، مع صديق، في خدمه، في قرار معين قضيته منش عارف في شنية عشتوا، هل قعد حالة عادية ولا أصبح مرض في وقت ما. كلمنا على رقم 31 308 1031 308 1031. المفروض بعد شوية فيم سبور مع وسام بن حسين حسب مريض قبيلة سينو. الأخبار توا مع إيمان الطيب، راجعين معكم في ساعتنا الثانية. بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى غاديو.